يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ده النور اللي حل علينا ده. ازيك يا حاجة؟ اهلا اهلا يا شيخ حسن. ايه النور ده؟ امبارح عدى عليا حاج عمران وقال لي يا بلاد الشيخ حسن حاج يسكن عندك. قلت له على راسي من فوق وما سابنيش طول الليل عمال يوصيني عليك. الظاهر حاج عمران بيعزك قوي يا شيخ حسن. حاج عمران مين؟ حاج عمران حاج عمران مين؟ حاج عمران يا ابني. ما شاء الله ابنك ده يا شيخ حسن. ابني جرجس. عماد 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 بولس ال عماد حسن العطار يا جرجس. عماد فلفل عماد جرجس. يلا بينا يلا بينا. اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ده النور اللي هل علينا ده. نورت يا شيخ حسن. يا اهلا بيكوا وسهلا. الله يخليك يا شيخ بلال. الله يبارك فيكوا. يا اهلا وسهلا. طيب افوتك انا بقى على ما تشم نفسك وتغير هدمتك وعدي عليك عشان ننزل نصلي العصر في الجامع انا وانت وعماد. طيب عن اذنكم يا جماعه. هتروحوا الجامع يا بولس؟ انا مش رايح جوانا يا بابا. ويحصل اللي يحصل الناس دول لو عرفوا ان احنا مسيحيين هيقطعونا حتت. اسم الصليب. لا ولو عرفوا ان اسمي جرجس كمان. اهدوا كده ما تخافوش احنا في حمايه ربنا. اسم الصليب. مين؟ دستور يا ساتر. لمؤاخذه يا شيخ حسن حاجه كده يعني على مقاسه. الحاجه ام اسلام بتسلم على الحاجه ام عماد وهتيجي ترحب بيها كمان شويه. ملوش لزوم التعب ده كله يا شيخ بلال. ايه ده كلام برضو يا شيخ حسن؟ ده النبي وصى على سبع جار. يلا بينا عشان نحيي العصر. متوضى ولا هتوضى في المسجد يا عماد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ماله جار الواقف ايه؟ لا ده عنده مروحه اصلا. مروحه؟ ايوه. طب لا لازم نرقيه. لا 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 انا عارف افواه واروهم. طيب انا هروح اصلي العصر واجي اطمن عليه. سلام عليكم. مع السلامه يا شيخ بلال. مع السلامه. قوم قوم يا جرجس. الراجل ماشي. قوم انت. هتفضل كل صلاه تجيلك المروحه دي؟ دول بيصلوا خمس مرات في اليوم غير التراويح. انت متاكد يا شيخ بلال؟ الشيخ حسن العطار بنفسه. الله. هو انت تعرفه يا مولانا؟ ايه اللي اعرفه؟ هو في حد ما يعرفش الشيخ حسن العطار؟ ده عالم جليل قطب اسلامي كبير. انا اول ما شفته دخل قلبي على طول. وشه سمح وعينيه بينط منها النور. قال لي هو ما جاش يصلي معانا العصر ليه يا شيخ بلال؟ الراجل كان متوطي وكان جاي يصلي معانا. انما لا حول ولا قوه الا بالله. ابنه جات له المروحه. المروحه؟ ايوه سارق. قلت له خليك جنب ابنك ان الله غفور رحيم. أنا آسف يا مولانا. أنا آسف والله ما هو ذنبي يا مولانا. إنما الإخوة في المسجد لما عرفوا إنك أنت نازل عندي وشرفني حلفوا 100,000 يمين ما حد يديهم الدرس في الجامع إلا أنت يا مولانا. عايزني أنا أديهم الدرس في الجامع؟ يا مولانا اللي ما يعرفك يجهلك. ومين غيرك أنت بس اللي هيديهم الدرس؟ عماد أخبره إيه؟ عامل إيه؟ عماد مين؟ عماد ابنك يا مولانا. الله هو جيت له المروحة تاني؟ ما تقلقش يا مولانا. احنا ناخد المسجد معانا نرقيه وهيخف وهيبقى زي الفل ببركه سيدنا الفول ان شاء الله. يلا يلا بينا يا شيخ حسن. ربنا يحوط عليك يا بولس. ربنا يحافظ عليك يا جرجس. المسيح معاكم. المسيح يحميكم. ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعودية؟ رجع مصر لقى رمضان مخلص فصام بقى 31 يوم. راح ليبيا لقى رمضان مخلص يعمل ايه بقى؟ يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم
فصوموا 30 يوما. مش محتاجة حاجة يعني. ايه رأي الشرع في راجل عجوز خالع سنانه ودروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتي كده، ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام، ولابد ولازما من استعمال السواك، لان السواك ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. انا حلقت يا سيدنا الشيخ، والناس جم قالوا لي حلقت اللحية حرام، رحت معلق يافطة عندي في المحل ممنوع حلقة اللحية، الزباين انقطعت، المحل كان بيعمل له في اليوم 20-30 جنيه، النهاردة بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس، اللي أنا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول إيه؟ الشافعية قالوا إن حلق اللحية سنة، اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصية. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، أصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحدة ست قوية ومستبدة، عاوز يعلمها الأدب، يعمل إيه؟ الدين بيقول إيه؟ فعظوهن. ما بتتعص. واهجروهن في المضاجع. أحب حاجة على قلبه. اضربوهن. لا، شديدة وقوية، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزة فتوى، اللي زي دي عايزه تروح النيابه. الله اكبر، الله اكبر، مش عارف، الله اكبر، مش عارف الفتوى دي. فحكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي فاتوا سن الجواز، والعين بصيره والايد قصيره، ساعات بيجوني في المنام، والشيطان شاطر. ما انت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى، لا دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ ايوه الشيخ عماد، هو من سنك ويجاوبك عليها كويس. اتفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. واضحة. الله يفتح عليك يا شيخ عماد، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. السلام عليكم. في ايه يا شيخ بلال؟ ابدا يا مولانا، دول اهل البلد جايين عاوزين ياخدوا البركة منك. غلابة، وانا عارف قلبك الطيب يا شيخ حسن. خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دول يا غلبانة يا مولانا، بعيد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادرة، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه. بوس ايد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا هرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما انا برعاك يا مولانا، ربنا هيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي زغروطه وانت خارجه في قعي. يلا مع السلامه. خش يا ناه. عنايات مين تاني؟ ما كفايه ام ابراهيم، ارحمنا يا شيخ بلال. عنايات يا مولانا، دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه، معمول له عمل، كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجه بقى نفك بيها العمل ده. وده برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفها 7. 7؟ امال بشوف هيرد ازاي؟ دخت مخليتي يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاتره والشيوخ والاوليه، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ وما عملش حاجه؟ الشفاء على ايديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا. ربنا هو الشافي. الله اكبر، صلاه النبي احسن. ارفع رجلك يا عم، ابعد البتاع دي عني. انا خالفه ايه؟ واحد واحد. طب نظام يا عم، ابعد البتاع دي. واحد واحد. انا يا عم ابعد البتاع دي عني. انا خالفه. واحد واحد. واحد واحد. ما ينفعش الرجال اللي انتوا عاملينها دي يا جماعه. اهدوا اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الهرجله دي هيقفش عليكم. واحد واحد. طب بس انتوا طلعوا له دول يا عم الحاج الشيخ حسن، لا بياخد طير ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الوليه مراتي ما هتخلفش غير بنات، وانا نفسي في واد. يعني هي الوزه والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد اللي بعده يا شيخ عماد؟ نمره 18. ان شاء الله يا شيخ حسن، انا نازل انتخابات مجلس الشعب، وده بس عشان خدمه اهل البلد. الدوره اللي فاتت واللي قبليها الحمد لله كسبتهم باكتساح.
السنه دي بقى نازل قدامي واحد تقيل قوي وايده طايله، كل اهل البلد ملمومين حواليه. وعايز نعمل لك ايه؟ حضرتك تعمل لي حجاب ولا عمل تخلي اهل البلد يتلموا حواليا انا، ما يشوفوش حد غيري وما ينتخبوش حد غيري. هو حضرتك حزب ايه؟ حزب الوطني. حزب وطني ومحتاج حجاب ولا عمل؟ قوم ده انت ناجح بالثلاثه. قوم. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. انت حسن عطار؟ ايوه. فاضل معانا. عايزين تاخدوه فين؟ استنى بس يا حضرة الضابط، اصل هو مش حسن العطار. بس 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 بس, بس جرايه يا ام عماد. الله. عماد. عماد انت بتطلع كده ليه؟ خلي بالك من زينات. زينات مين؟ زينات امك يا عماد. حاضر. عماد امك. حاضر. زينات تبقى امك. حاضر. انا مش هغيب، انا شويه وجاي على طول. هو في ايه يا باشا؟ انتوا واخدين الشيخ حسن مودينه على فين؟ ده راجل تاقي وفاضل والبلد كلها بتحبه. ما مالكش دعوه انت بالموضوع ده يا شيخ بلال. ماليش دعوه ازاي؟ انا جاي معاكم. خليك انت يا شيخ زينات. يا شيخ بلال. انت بتقول ايه يا مولانا؟ على النعمه الشريفه ما تسيبك، احنا كلنا جايين معاك. بتعملوه ده مش كويس علشانكم، كل واحد منكم يروح على بيته. احنا هناخد كلمتين من الشيخ حسن وهيرجع على طول. الشيخ حسن اللي بيعملوه ده بيضعف موقفك، انت المسؤول. انا وانا مال؟ هو انا اللي قلت لهم يجوا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا وراك يا شيخ حسن.